بهدف رسم البسمة والفرحة على وجوه أبناء الشهداء، أقام مجمع المصباح التربوي يوماً ترفيهياً يتضمن مسابقات رياضية وترفيهية لتعويضهم عن بعض ما فقدوه، وللعمل على الحصول على جيل واع يساهم في بناء مستقبل سوريا. نحن متطوعين في مجمع المصباح التعليمي، حبينا نعمل يوم ترفيهي للأطفال وأولاد الشهداء وأولاد الأيتام. خلل هاليوم عدة نشاطات وألعاب، فيها كرة قدم، فيها مسابح وعدة ألعاب أخرى. هدفنا هو دائما رسم البسمة والضحكة على وجه أطفال الشهداء. طبعا نحن هدفنا إدخال الفرح لقلوب الأطفال وتعويضهم بجزء بسيط مما فقدوه. إضافة لذلك نحن نقوم بعدة دورات ترفيهية ودراسية لمساعدة الأطفال في تحصيلهم الدراسي من أجل بناء جيل قوي وسليم يكون مشاركا في بناء مستقبل سوريا. الأطفال أكدوا أنهم سيبقون على خط ونهج أبائهم، ووجهوا الشكر لكل من ساهم بهذه الخطوة الترفيهية. أنا ابن شهيد، اليوم جابونا مجمع المصباح التعليمي مع المسبح، وأنا مبسوط كثير وبشكر كل اللي ساهموا بهذا العمل، وإن شاء الله نوعد أبائنا أن نضل على هذا النهج. نحن أبناء الشهداء اليوم جمعنا مجمع المصباح التربوي التعليمي مشان يلعبنا بالألعاب، ونحن كتير مبسوطين، وأنا بتشكر كل شخص ساهم في هاي الألعاب. تضحيات آبائهم في سبيل الدفاع عن الوطن تلزم على الجميع الاهتمام بالأطفال من أجل صنع مستقبلا أفضل لهم. من نبل والزهراء، مصطفى كوسى، الإخبارية السورية.